الحكومة توتم في إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لحين تحويلها لكروت ميزة. رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتابع سير العمليات ومظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء. مصر تنعى ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات حول إيقاف بطاقات صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لحين تحويلها لكروت ميزة، وشددت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار آلية صرف معاشات تكافل وكرامة بالبطاقات التقليدية من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، موضحة أن عملية تحويل البطاقات لكروت ميزة ستتم على مراحل مختلفة، بحيث يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي لحين استلام كروت ميزة وتنشيطها للصرف. وفي سياق متصل، فإن تحويل بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة إلى كروت ميزة يهدف إلى توفير مميزات متعددة للعميل، من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع إلى جانب سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والعامة دون تحمل المواطنين أي تكلفة مادية. تابع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش. المزيد في سياق هذا التقرير. تابع الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية بشمال سيناء وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، كما تفقد الحالة الأمنية لعدد من الكمائن الأمنية المرتكزة على الطرق والمحاور الرئيسية وعدد من المنشآت التعليمية والإدارية والتنموية للتأكد من عودة الحياة الطبيعية. مشيرا إلى أهمية اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لتهيئة أفضل الأحوال المعيشية والإدارية للمواطنين، وكذا عناصر القوات المسلحة المكلفة بالقضاء على العناصر الإرهابية وفرض السيطرة الأمنية الكاملة. كما التقى الفريق محمد فريد بعناصر التأمين بشمال سيناء من القوات المسلحة، ونقل لهم تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة في التصدي والقضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال سيناء. كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى ما يدور في أذهان القادة والضباط والصف والجنود تجاه كافة الموضوعات على الساحة الداخلية والإقليمية والعالمية، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات، مرشدا بما لمسه من روح معنوية عالية والتمسك بالقيم والولاء والانتماء للوطن والاستعداد الدائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة وعزة مصر والقوات المسلحة التي ستظل الدرع الواقي لمصر وشعبها العظيم. وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء. حضر اللقاء قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100,760 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، لافتة إلى وفاة 12 حالة جديدة. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأن هناك إقبالا هائلا على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين. وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال 4 أيام سحب 160 ألف كراسة شروط، وذلك منذ فتح باب الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الاثنين الماضي. ودعا الوزير جموع المواطنين إلى عدم التزاحم على مكاتب البريد لسحب كراسات الشروط، مؤكدا أنه يتم طباعة أعداد كبيرة من الكراسات، وهناك تكليفات بطباعة المزيد من كراسات الشروط وتوفيرها لكل مواطن يرغب في الحجز، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه حتى الآن قام أكثر من 26 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز، مؤكدا أن باب الحجز وسحب كراسات الشروط وسداد المقدمات مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 من شهر ديسمبر المقبل. أعربت مصر حكومة وشعبا في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على إثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات أمس، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيرانا. هذا وتتقدم مصر بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.